اصل احنا كمان مش متعودين نشوفها في مصر ومش متعودين نتفرج على لعيبه مصريين في الرياضه دي بصفه خاصه. بس واضح زي ما كنت بقول في المقدمه ان الموضوع انتشر لدرجه ان بقى عندنا منتخب كمان في السومو. لا انا عايز اقول لحضرتك احنا من اقوى خمس دول في العالم في السومو. يعني اقوى دول هي روسيا واليابان ومصر ومنغوليا واوكرانيا. احنا دايما في الرانك من اعلى الدول دي. احنا يمكن اخر بطوله عالم جبنا ثالث عالم. يمكن الصور اللي انتم كنتوا عارضينها من شويه جايبين ثالث عالم ترتيب عام. عايز اقول لك في اي بطوله عالم عندنا ابطال واقفين على منصات التتويج. عندنا ايفنت مهم جدا السنه الجايه اسمه الورلد جيمز. الورلد جيمز دي دوره الالعاب الغير اولمبيه على غرار الاولمبياد للالعاب الغير اولمبيه. متاهل من عندنا اللعيب عبد الرحمن الصيفي فيها، وعندنا لسه فيه ست ولاد تانيين ان شاء الله يتاهلوا السنه دي. الممتع بقى في الموضوع بقول لحضرتك الاوبن ويت، اتفرج على اللعيب اللي مش شرط ان الناس فاكره ان المليان او الوزن كبير هو اللي هيكسب. اتفرج في الاوبن ويت بقى ان الوزن الخفيف هو بيكسب الراجل التقيل. يمكن احنا في وده بيحصل ازاي؟ بيحصل ازاي؟ احنا مش شرط ان الموضوع، احنا قلنا خمس عناصر. تمام. القوه والسرعه والمرونه والاتزان. لو الخفيف ده عنده اتزان قوي جدا على الارض مش يعني مش سهل ان هو مهما كان. لو بنتكلم على حد وزن خفيف وحد من اصحاب الاوزان الثقيله حتى يعني متخيل ان انا مثلا بلاعب لعيب سومو، فكر حضرتك خط سير الماتش هيمشي ازاي؟ هتكسب. هو في مهارات بنعلمها، معجزات مش مهارات. لا في مهارات بنعلمها للخفيف اللي هو ازاي يكسب بيها الثقيل. يعني يمكن انا بيحضرني دلوقتي كان عندنا شيء، معلش عفوا، هو مش مفروض وزن واحد بيكون مع بعض ولا ده النوع المختلف اللي هو ما بيعتمدش على نفس الوزن؟ لا هو احنا المفروض احنا بنلعب اوزان 85 و100 كيلو مع بعض نفس و115 كل دي كاتيجوري كل واحد في وزنه وتقيل. بعد التقيل بنلعب حاجه اسمها اوبن ويت. اوبن ويت اللي هي حضرتك بقى بتتكلم عنها مالهاش علاقه. اي واحد بقى لعب بيبقى عندك فرصتين، فرصه ان انت تلعب في ميزانك وفرصه تلعب في الاوبن ويت. تمام. فالاوبن ويت مثلا في بطولات كتيره جدا مش شرط التقيل بطل التقيل اللي يكسبه، ممكن بطل ال 85 او بطل ال 100 كيلو بيكسبه. ده بيتوقف على الراجل عنده سرعه بديهه بيقدر يعمل حركات عكسيه ان هو يكسب اللعيب ازاي. وفي مهارات كتيره بنعلمها، المنطلق ان هو اخف من صاحب الوزن. اخف طبعا وبيعرف يتحرك. يمكن بقول لحضرتك احنا عاملين ريكورد في السومو في مصر ان اسرع ماتش سومو كان مدته ثانيتين. ايه ده؟ اسرع ثانيتين دخل وخرج يعني؟ لا ده انا عايز اقول لحضرتك بالظبط احنا الستارت بتاعنا بيبتدي من على الارض كده. بالظبط. لسه الحكم بيقول بيستارت الماتش بيقول كلمه هاي كيوي، فالولد الياباني خارج في نفس الثانيه دي كان اللعيب المصري بتاعنا رامي بلال دايس على دماغه ولطشه كده من ظهره في ثانيتين، فيا دوبك سند ايده على الارض وخسر الولد ده. ده بطل العالم بتاع اليابان. ياه. ده ريكورد اسرع ماتش سومو ثانيتين تقريبا. يعني بطل العالم وجمله واحده اخرها دايس على دماغه يعني عمل كده بس في ثانيتين بالظبط.